اهلا بيكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده وفيلم النهارده وايلد ستروبيريز. وايلد ستروبيريز هو فيلم سويدي من انتاج 1957 وهو فيلم دراما ورومانسي. الفيلم بيحكي قصه بروفيسور يورج اللي بيسافر من بلده المدينه اللي هو عايش فيها لمدينه تانية عشان يستلم جايزه فخريه عن انجازات حياته. وفي اثناء السفريه دي بيقابل ناس قريبه وناس غريبه، وكل ده في أثناء ما بيطاردوا أحلام وكوابيس من ماضيه وعلاقته السابقة. الفيلم من إخراج وكتابة الأستاذ السويدي إنجمار بيرجمان، وهو كان جات له فكرة الفيلم لما كان مسافر بالعربية وعدى جنب بيت جدته وجات له ذكريات كتيرة عن المكان، فقرر أنه يكتب الفيلم ده وكتبه بالفعل وهو في المستشفى كان مريض جداً وقعد وهو مريض كتب الفيلم. مدير التصوير هو جونار فيشر، وكتب عن تجربته في الفيلم ده بان هم اضطروا يصوروا مشاهد خارجيه كتيره جدا جوه استوديو جوه مكان مقفول بسبب ان الممثل كان سنه كبير جدا، فكان صعب جدا ان هم يصوروا المشاهد دي بره لان الجو كان بيتعب البطل الفيلم جدا، فكانوا بيضطروا ان هم يصوروها جوه. والموسيقى من اريك نوردجرين. الفيلم من بطوله اريك جوستروم وهو ممثل سويدي مشهور جدا في السويد، وهو بيقوم هنا بدور دكتور ايزك يورك، وطبعا ده كان اخر افلامه نتيجه كبر سنه في اثناء الفيلم ده جدا. والفيلم ده اتكتب تحديدا ليه، وان هو لو ما كانش وافق على الفيلم ده ما كانش الفيلم هيتعمل. وقالوا الناس اللي كانوا شغالين في الفيلم ان هو كان عجوز جدا لدرجه ان هو لما كان كل يوم بيروح بعد التصوير ما بيبقوش عارفين هيرجع تاني يوم ولا لا. وبيشاركوا البطوله بيبي اندرسون في دور ساره. من اول لقطه في الفيلم بنلاقي انجمار بيرجمان بيعرفنا بقى على الشخصيه بتاعته، فبنشوفه ان هو رجل عجوز وحيد جدا معهوش غير الكلب بتاعه، شكله مرتاح جدا اجتماعيا وماديا ومحاط بالكتب والذكريات والصور القديمه في مكتبه. كل ده بيصاحبه صوت الساعه، كان التكات بتاعت الساعه بتعد الوقت اللي فاضل لدكتور ايزك في حياته بعد كل اللي عايشه في الدنيا. بنلاقي ان هو بيكتب مذكراته وبيتكلم فيها عن الوحده اللي هو بقى فيها نتيجه انسحابه من كل العلاقات الانسانيه وبعده وبروده العاطفي ناحيه الناس. بنلاقي انه انسان ناجح جدا، ولاده ناجحين جدا، مراته ميته من سنين طويله، وعنده مربيه منزل شاطره جدا شايله البيت تماما، وعلاقته بيها زي علاقه القط والفار كده طول ما هم قاعدين بيشكلوا في بعض. وبنعرف ان هو هيستلم دكتوراه فخريه تاني يوم في مدينه تانيه. بعدها الفيلم بيحيينا باول حلم. الفيلم فيه مجموعه من السيكونسز في احلام بتيجي على مراحل اثناء الفيلم. اول واحد بنلاقي فيه توهان، بيوت مهجوره، ساعه من غير عقارب، وحده يمين وشمال، بيبص يمين ما لاقيش حد قدام، الشوارع فاضية تماما، وصوت نبضات بدل صوت الساعة هو اللي بيطرده هنا بدل صوت الساعة في الحقيقة اللي كان في المكتب. هنا بنلاقي ان صوت نبضات قلب هو اللي بيطرده. وبعد كده بيلاقي شخص مشوه بوش غريب جدا وبيختفي بشكل غريب جدا، وبعد كده بتظهر عربية بجراها خيول عليها تابوت فيه شخص ميت. العربية دي ما بتعرفش تعدي، بيحصل حادثة كده وبيقع التابوت بيتفتح، بنكتشف ان دكتور ايزك هو اللي جوه التابوت وبيحاول يشد نفسه جوه التابوت في مشهد مخيف جدا وديستربنج جدا. بيصحى من النوم مخضوض وبيقرر ان هو ياخد العربيه ويسافر دلوقتي حالا، يمكن احساس ان هو ما عادش قدامه وقت، يمكن احساس السعادة اللي بتطرده في كل مكان. وبنبتدي نعرف ان الراجل ده زي ما هو قال ان علاقته بالناس بعيده جدا، المربيه بتكرهه ومتضايقه منه، مرات ابنه بتكرهه، ابنه بيكرهه، والكلام العام ان هو انسان بخيل وعديم الرحمه. طبعا ده الكلام ده كله بنعرفه لما بيطلع في الرحله دي ومعاه مرات ابنه، فبيتكلموا كده شويه وبيسالها عن رايها فيه وبيقول لها انا عارف ان انت ما بتحبنيش، وبتقول له بقى الكلام ده كله. اثناء الرحله دي وهي معظم الفيلم، لان الفيلم ده من الافلام اللي هو كاركتر ستادي وفي نفس الوقت هو رود موفي، يعني الفيلم عباره عن رحله من نقطة A للنقطة B، فبنلاقي ان هو القصه بتتحرك مع العربيه، طول ما العربيه ماشيه طول ما القصه بتتحرك. مفيش مشهد فيه لت وعجل، مفيش مشهد بيماطل، كل المشاهد بتضيف لك معلومة جديدة عن الشخص وعن حياته وعن اللي عمله. فأثناء الرحلة بقى بيقف في أول محطة وهو البيت القديم اللي كانوا عايشين فيه زمان جدا دكتور أيزك لما كان شاب صغير، وبيقعد في المكان وسط الشجر قدام البيت. هو بيقول إن ده المكان اللي بيطلع فيه التوت البري اللي هو وايلد ستروبيريز وهو اسم الفيلم. طبعا ده بيمثل هنا
النوستالجيا، القصص، الأحداث المهمة في حياتنا، اللحظات النادرة. الوايلد ستروبيري أو التوت البري ده نوع من الفواكه البرية، بيظهر في مدة قصيرة جدا في السويد، يعني عشان تلحقه يعني محتاج ان انت تبقى عارف هيطلع امتى وتروح وتدور عليه عشان تلاقيه، لكن غير كده مش هتلاقيه. فاللحظات اللي زي الوايلد ستروبيريز دي في حياتنا هي بالظبط زي الوايلد ستروبيريز في الحقيقة، محتاجة ان احنا ندور عليها ونلاقيها ونحافظ عليها ونهتم بيها. فبنشوف هنا ان هو بنت عمه سارة كان هو بيحبها وهي كانت هتتجوزه، بنلاقي ان اخوه اللي عنده كاريزما اكتر منه بقى خدها منه وبيحاول يعاكسها والكلام ده كله. هي طبعا بتحب اخوه ولكن هي هتتجوزه عشان هو كويس. وبنشوف بقى اجتماع عائلي، طبعا الكبار صارمين جدا، الشباب الصغيرين اشقية جدا، مجتمع عادي وحياة عادية بس ناس راقية جدا. بعدها بيصحى من الحلم وبنلاقيه حاسس بالحزن والفراغ. بعدها بيحصل زي حادثة كده وبيقع في عربية تانية سايقها قبل الأمريكان، هتتقلب وبيركبوا معاهم، طبعا بياخدوهم في سكتهم. وقبلها كانوا واخدين قبل سويديين رايحين إيطاليا، فالعربية بقت تقريبا زي ميكروباصات طريق الزراعي عندنا راكبين بقى فيها. من أول هنا الفيلم الكومبوزيشن بتاع التصوير وطريقة إنجمار بيرجمان اللي بيعمل أفلام بقمة البساطة، إنه هو يحط لك المعاني في الصورة ويرسم الكومبوزيشن بتاع المشهد بتاعه بكل دقة وبكل اهتمام ويطلع منه معنى مش بس صورة خلاص. فبنلاقي بقى في العربية الشباب ورا، في النص منتصف العمر، وقدام الراجل العجوز بقى اللي هو كأن شريط الحياة كله في العربية بالتدريج، العلاقات بالتدريج، ورا شباب حيرة جنون جرأة، في النص نكد وخناق وناس مرتاحين ماديا ولكنهم دايما بيتخانقوا طول ما هم قاعدين في بينهم مشاكل، وقدام بقى خالص الراجل العجوز اللي مرتاح ماديا ولكنه ما عندوش وقت. بيروح بعد كده المدينة اللي كان عايش فيها في بقى منتصف عمره وكان دكتور فيها وكان عايش مع أمه هناك، فبنلاقي عامل البنزين عارفه وممتن ليه جدا، ما بيرضاش ياخد منه فلوس وما بيرضاش ان هو يحاسبه على البنزين، بيقول له ده اقل حاجة اقدمها لك بعد اللي عملته معانا. فواضح ان المكان ده هو عمل فيه حاجة كويسة. ده بيدينا نمط شوية عن الراجل، ان هو شديد جدا وقاسي جدا على الناس القريبة منه ولكنه كويس جدا واوبن جدا مع الناس البعيدة. فبيسأل نفسه سؤال بيقول مش يمكن كان المفروض افضل هنا؟ طبعا المود بتاعه بيرفع جدا لما بيحس ان هو عمل حاجة كويسة في حياته. وبيقعد بقى مع الشباب بعد كده، بعد كده بيجي مشهد جميل جدا بتاع القصيدة ده وهو قاعد بيحكي لهم القصيدة وبينسى جزء فبيكملوه هم، وبيكلمنا وهو باصص للشاشة باصص للكاميرا وكأنما احنا قاعدين معاهم. بيروح بعد كده لأمه، طبعا هي ست عندها 14,000 سنة ولسانها مبرد، ما بتنطقش كلمة عدلة الولية دي خالص وما بتقولش اي حاجة فيها خير. فبنشوف اللعب بتاعته، فطبعا جدير بالذكر ان الممثلة دي اصغر من الراجل اللي بيمثل دور ابنها ب 11 سنة ولكن هي في الفيلم طالعة امه، فهو تقريبا الممثل ده كان اكبر شخص في السويد ساعتها. بتطلع له امه العابه وهو صغير، وطبعا هو كل ده معاه مرات ابنه، وبنشوفه بقى وهو بيتذكر وبيسرح بقى، وفي نفس الوقت مرات ابنه بقى والخوف على وشها وهي بص على الست العجوزة دي الوحيدة اللي ببرودها بعدت الناس كلها عنها وولادها كلهم ماتوا ما فضلش غير دكتور ايزك وهي مش بتموت، فبتحس بالاكتئاب ان هو ممكن ينتهي بيها الحال في يوم من الايام بالشكل ده. فبيطلع بقى دكتور ايزك ساعة من وسط اللعب بيلاقيها من غير عقارب زي الحلم اللي حلمه في اول الفيلم. وده بيدخلنا بقى لتاني حلم، فبنلاقي بقى في الحلم سارة بنت عمه سابته وبقت مرات اخوه، وبنلاقي الزوج الامريكي شخص irritating جدا، شخص مستفز جدا موجود بقى في الحلم ده، وهو المسؤول بقى، هو اللي بيقوده في الحلم وبيمشي معاه. احنا الحلم بيدور كله في البيت بتاع عمه البيت القديم، بس هو بقى بنطلع من اوضة بنخش في التانية، بيخش يعملوا له اختبار جوه، بيفشل في الاختبار زي دكتور بالحجم ده وبيفشل في اختبار طبي، وبيسأله سؤال ايه هو واجب الطبيب الاول فما بيعرفش يجاوب. طبعا ده دليل ان هو خد حياته كلها بشكل براكتيكال، شكل منطقي، شكل عملي، الراجل ما فكرش بقلبه خالص وما كانش عنده حتة الاحساس بالناس اللي حواليه. طبعا في الحلم بنلاقي ان مراته موجودة وبتخونه مع واحد تاني، حصل نهائي الحلم ان هو فشل في حياته العملية والاجتماعية
والعاطفية وفي زواجه فشل في كل حاجة. فهو واضح ان في حالة من جلد الذات عند الراجل عن طريق احلامه اللي بتطرده في السن ده بقى وهو على عتبة النهاية، بترجع الاحلام دي تجيبه وتقوله انت عملت في حياتك كذا وكذا وكذا. فبيوصل بعد كده بقى لمكان التكريم، حفلة مهيبة جدا، حاجة كبيرة جدا وعظيمة، وبنعرف ان هو احلامه دي هو بيقول لنفسه فيها اللي هو معرفش يقوله لنفسه وهو صاحي، وان هو حاسس انه شخص ميت وحي في نفس الوقت. فبنلاقي ان هو بيستلم الجايزة وكل حاجة، وبعد كده بيرجع للوحدة تاني، وهو كل ده بقى بيفكر في اللي حصل معاه في اليوم الغريب ده، يوم طويل جدا ومليان ناس وشخصيات غريبة، وبنحس انه اتغير شوية عن بداية الفيلم، بقى فيه نوع من اللين. فطبعا الاحداث دي كلها غيرت الناس اللي حواليه زي ما غيرته. فبنلاقي ان ماريان مرات ابنه كانت بتكرهه بقت بتحبه، هو بقى طلع من الكبر للتواضع، وطلع من الصلابة للين. بعد كده بيخش للحلم التالت بقى لما بينام لوحده، وبيحلم بقى بسارة بنت عمه اللي هي تقريبا مستلمها في الأحلام على طول، وبتاخده الأبو وأمه وبيشوفه هما قاعدين على جانب البركة أو البحيرة، وبينام بعد كده وبنشوفه بقى على وشه ابتسامة. نهاية سعيدة الفيلم لبرجمان، ودي نادرة جدا في أفلام بيرجمان. فبنشوف الراجل بينام على وشه ابتسامة رضا، وبينتهي الفيلم. الفيلم عايز ايه؟ الفيلم بيتكلم عن شخص لطيف جدا مع الأغراب، شديد جدا على الناس اللي حواليه، واخدهم فور جرانتد، حس ان هو بيديهم اكتر ما هم بيدوه. الفيلم بيتكلم عن الحب الضائع، العمر الضائع، ما كان وما لم يكن، ايه اللي حصل في حياتنا وايه اللي كان ممكن يحصل، ايه اللي احنا فضلنا دايما بنكلم نفسنا عنه، يا لو كان حصل، ايه اللي احنا فاكرينه وايه اللي احنا بنتناساه حصل واحنا عارفين انه حصل ولكن بنقنع نفسنا ان احنا ناسينه. الفيلم بيتكلم عن جمال الكبر في السن والعمر وتدريجه البطيء اللي يحترم، واللي فيه شيء من العزوبة والجمال، ولكن في نفس الوقت هو قاسي جدا وقبيح جدا. الفيلم بيتكلم عن الذكريات والتوت البري، التوت البري اللي الحاجات اللي بنلاقيها في حياتنا بشكل نادر وبشكل عشوائي، ولكن بنفضل فاكرين طعمها وفاكرين نتائجها علينا طول حياتنا لحد آخر لحظة. الفيلم بيتكلم عن الطريقة اللي بنختار نعيش بيها ونتائجها، وإن مش كل الناس بدي لها فرصة للتغيير، ولكن مفيش حد كبير على الفرصة دي لو جت. الفيلم بيوصفه جدا إنجمار بيرجمان في مقولة قالها عن كبر السن، لما قال إن الكبر في السن عامل زي تسلق الجبال، كل ما بتتسلق شوية كل ما بتحس إن أنت نفسك بيقل وبيضعف، ولكن الفيو من فوق بيبقى أحسن. فيلم وايلد ستروبيريز هو فيلم مهم جدا للسينما السويدية، والفيلم حظى باهتمام وتقدير عالمي كبير جدا، فهو من الأفلام المفضلة لأندريا تاركوفسكي وستانلي كوبريك، والفيلم حصل على 18 جائزة وثلاث ترشيحات، وكان من ضمن الجوائز دي الدب الذهبي من مهرجان برلين وترشيح للأوسكار عن أحسن سيناريو. وتقييمات الفيلم على IMDb، الفيلم واخد 8.1 من 10، وهو رقم 183 في أحسن 250 فيلم على الموقع. على ميتا كريتيك الفيلم واخد 88 من 100، وعلى روتن توميتوز الفيلم واخد 94 من الجمهور و94 من النقاط. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.